نفس الحمار وقطع له وداها من هيه جرى معاه ومن بعديها رجع من الفوق ورجع هجم علينا دخل علينا دخل فايت عليا صدم عليا ما عرفش كيفاه ندير اي هو صدم عليا وعضني وحتى دخل ابوي باسلكني كي خرجت قالت لي طفلك لا هذه بوكل النعاج وكل الاخر كي بوكليت وانا ولد عمي هذا صوت عليا كي صوت عليا تغابي ثانوية اكلني من كرشي هذا هو جرحني منه من كرشي منه في كرشي في يدي جبت القدومه هذيك بطو وقتلته ومن بعد رحت الله هو يلا كلينيك درت البرا تم ارسال راس الذئب الى معهد باستور اين تم التاكيد ان يعني خرج الريزلت بوزيتيف تم اتخاذ الاجراءات الضروريه منها عزل كل الحيوانات مثل المواشي الابقار اما فيما يخص الحيوانات التي تعرضت الى عضات هذا الذئب فتم قتلها مباشره